الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام في كتاب المقدمة عند مسلم: لي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ومن قبل ذلك كله يقول ربنا عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا سائل كريم أرسل لي مقطعا لأحد الناس يتكلم فيه أن موسى سأل ربه عز وجل من يكون رفيقه في الجنة، ثم ذكر تلك القصة الطويلة التي فيها أن الله تبارك وتعالى قال لموسى أنه يمر عليك رجل هذا هو رفيقك في الجنة. فإذا برجل يمر على موسى فسار موسى وتبع ذلك الرجل وراد أن يفهم ويعلم ماذا يصنع ذلك الرجل حتى أعطي هذه المكانة العظيمة برفقة الأنبياء في الجنة، ولا سيما كموسى من أولي العزم عليه السلام. وإذا بالرجل يدخل بيتا فيه امرأة عجوز فأخرج طعاما فشواه لها فأطعمها وسقاها الماء، فقال موسى عليه السلام للرجل: من هذه المرأة؟ فقال: هي أمي. فقال موسى: فبماذا تدعو لك؟ فقال الرجل: تدعو لي بدعوة واحدة: اللهم اجعل ابني مع موسى بن عمران في الجنة. فقال موسى: أبشر فقد استجاب الله لها. ونقول أيها الفضلاء المباركون: إن بر الوالدين لا ينكر، وفيه أدلة من الكتاب والسنة فيها غنية وكفاية عن هذه القصة المكذوبة الموضوعة الباطلة. يكفي أن الله عز وجل ما قرن شيئا مع توحيده إلا بر الوالدين. قال تبارك وتعالى: وقضى ربك، أي أوجب وألزم، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال: أمك أمك أمك. ورجل يقول: ثمن؟ يقول: أمك. ثمن؟ أمك. ثلاث مرات قال: ثمن؟ قال: أبوك. فلماذا أيها الفضلاء نترك الأحاديث الصحيحة ونتجه لتلك القصص الباطلة من الإسرائيليات الذين أفسدوا على المسلمين كثيرا في دينهم؟ نقول على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يمتنعوا عن هذا الكذب وأن يمتنعوا عن هذا التلفيق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والصلاح والعافية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله.